مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. بدايه هذه الحلقه نعزي الوسط الرياضي عامه والوسط الرياضي بمدينه ود مدني ونادي النيل والهلال العاصمي في وفاه لاعب الفريق الكبير ولاعب المنتخب الوطني السابق كابتن سمير صالح اللي حدثت وفاته بالامس بمدينه ود مدني. هذا اللاعب الكبير العظيم الذي لعب للمنتخب السوداني وكان ضمن الكتيبه التي حققت انتصار الكاس افريقيا 1900 بالسودان. الا رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. في هذا المساء سعيد جدا يكون معي داخل استوديو زمن الرياضه، خاصه احنا نتحدث عن الهلال ولجنه التطبيع والحديث اللي بيدور في الميديا كثيرا هذه الايام. برحب كثير جدا بالاستاذ بابكر مختار، انت معي في هذا المساء وزمن منك. الله يكرمك يا تسليم وكثر خيرك وان شاء الله نقدم ما يفيد. اهلا ومرحبا بك. وبرحب كثير جدا بالصحفي والمحلل العزيز الصديق عمار تلودي. عمار اهلا ومرحبا بك في زمن الرياضه. مرحبا بك، مرحبا بكم كثير، وانا سعيد والله بالاطلاله عبر قناه الشروق وان انا اكون في ضيافتك. اهلا ومرحبا بك، اول مره يا عمار في زمن الرياضه؟ اول مره. ومعي انا اول مره. اول مره، صحيح. اهلا ومرحبا بك. الله يخليك. يمكن التعزيه لكل الرياضيين وخاصة نادي الهلال ونادي النيل، يقول الحصحيصة نادي الهلال النيل مدني. طيب ربنا يتقبل الكابتن سمير وابو الحسن. امين. والعزاء موصول لكل السودان. نعم. لانه هذا الرجل من اللاعبين الابزاز. نعم. اللاعبين اللي دخلوا التاريخ من اوسع الابواب، ويكفي انه لعب للسودان، ويكفي انه من الكوكب التي احرزت الانجاز الحقيقي الوحيد لكرة القدم السودانية على صعيد المنتخبات اللي هو 70 بطولة أمم أفريقيا 70. نعم. والمباراة الشهيرة أمام غانا. ويعني ربنا يرحمه ويغفر له ويرحمه واسعة ويجعل من أصحابه اليمين ويجعل من أصحابه الجنة. نعم. عمار رحل عنا يمكن كثير، ورحل عنا أيضا لاعب المريخ السابق بالدورة له الرحمة والمغفرة. أنا كنت جزئية في اللاعب المرحوم سمير. لا أتذكر مرة من المرات زرت كابتن حسبه الصغير في بري. وحسبه هو المعروف عنه أنه أحرز هدف السودان في قانا سنة 1970. فكنت وثقت معه الهدف ده كده، فهو طلب مني أنه نحن نوثق لسمير. نعم. هو طلب مني. طيب والله. أتذكر هذه المزال، كان المزال الذي كان معي صحفي الأستاذ علي إبراهيم حمد. وكنا موجودين معه وكده، وطلب مننا وحكى لنا تفاصيل عن المباراه وكذا، طلب منا نوثق، لكن الظروف هو ما ساعدت للتوثيق. نعم. وكذا. نعم. استاذ بابكر، قبل ما ندخل للهلال، ويمكن هو وضعه الاول، يمكن الحلقه كلها تتكلم عن الهلال لان الوضع الحاصل، وزي ما كنا نتكلم قبل البرنامج الهلال صعب، ولكن سنتحدث في هذه الحلقه عن الهلال. مدني انجبت العديد من اللاعبين، اول الجزيره عموما انجبت لاعبين عظام للمنتخب وللفرق المقدمه بالخرطوم. حقيقه طبعا. يعني مدني يعتبر من اهم الروافد اللي انتجت المواهب، بالذات في الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات. نعم. بدايه الالفينات. لكن للاسف بعد النصف الثاني من العقد الاول في الالفينات، انا ما ادري المدني عقمت عن انجاب العظماء، يمكن من اخر اللاعبين الابزاز حقيقه اللي لعبوا في السودان والمنتخب المرحوم الراحل والد الدين محمد الله. وده سؤال كبير. سؤال كبير فعلا. يعني انتوا الاثنين اولاد الجزيره يعني. نعم. يعني يا ريت نلقى اجابه، نلقى اجابه عند المدربين، لانه مساله الاداريين وكده مساله صعبه، ما عندهم اجابه. اجابه عند المدربين وعند الناشئين. انا بالمناسبه زمان بستحضر كابتن الديبه، بالمناسبه الكلام ده انا بقول يعني في الثمانينات كابتن الديبه بيفتكر انه كان شن هجوم على الناشئين، على الناشئين الادارات الناشئين في الوقت ذاك في التسعينات. التسعينات. نعم. وكان كان بينبه لخطوره المرحله، بيفتكر انه ما يحدث في الناشئين وانه مثلا في اللاعبين الكبار والمواهب بيموتوا وكذا، المساله دي قد تضعف ريم حواء ود مدني في انجاب لاعبين وابزاز. وده يعني ريت لو قال لي تتصلوا بكابتن الديبة، لانه انا بتذكر حذر من المساله دي يعني. نعم. ف وده بيجعل في سمام يعني انتوا الجزيره. ما
جميل الناس يورونا الحاضر جميل. والله ده كلام دي نحن حنفرد لها حلقه يعني باذن الله حنفرد لها حلقه، لكن يا عمار دي الحقيقه يعني مدني الحصحيصه الكاملين هذا استفهام مهم جدا، استفهام كبير. نحن مثلا لو اخذنا الجانب بتاعنا مثلا بتاع مدينه الحصحيصه فتره من الفترات خرجت لنا ابزاز اللاعبين، ده كلام سليم، حتى فتره بتاع الناشئين في الجيل وبعد ذلك الجيل بتاع منتخب الشباب اللي لعب في مالي صح. كان في عوض الجاري وفي صخري وفي بعض المزارع كبيره، لكن بعد ذلك حصل عقم يعني مثلا، ودي مساله فعلا زي ما قال مهمه جدا ان اولاد المنطقه بحثوا يشوفوا الاشكاليات في الحياه دي اسباب اسكندوره بس الجيل الجميل اسكندوره جا كريم وجاديكا نعم نعم جاديكا ومجموعه كبيره نعم نعم حتى الكوره ممكن نحن نقوم نعدل الحاجات الظروف الاقتصاديه الحاصله في بعض المدن، يعني مدن زي الحصحيصه وزي كده وزي كده كان ارتباط بمشروع الجزيره وبين هذا مشروع الجزيره حصل الظروف الاقتصاديه والانهيار المشروع ممكن يكون سيء جدا. انت كنت لاعب كوره مره في احد من ميادين مشروع الجزيره جنب 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 معلش ده امان يعني مشروع الجزيره يعني اقتصاد في الجزيره دور انه واحد يعني لم الصحف مش نقول عن ضعف بس ما برضو ابدا اللي بيفتنوا ان هم الاول ايش يعني نعم يعني ليه؟ لانه شكرا يعني كده صح مواهب الايه احنا نتكلم الولايات يعني نقول يعني صحيح كل نعم كلام نصر كثير من تم الخلح سليم وعينه موهبة الوضع في العالم صراحة من هذا السؤال لكن كانت هي أكثر وذلك أكثر لأنه حقيقة كان الحين من جيد صور زي عمار بن عمرين نحن ما قلت الهلال يمكن بيع او بيع كانت نو تدخل الاسبوع دار في الهلال او بيع يعني واحده من المفارقات الحقيقيه انه الهلال عنده في 100 رئيس دارين ورؤساء وفي 1000 رئيس منتظرين يعني جنب الباب نعم ف يعني يمكن من الحاجات الناس ما عارفينها غير ظهور اخونا صوبات هنالك اثنين من الاسماء ما حد بيعرفها وعندهم اصحاب مقدرات ماليه عاليه جدا وكانوا يعني كانوا رغبه انه يجوا وتقدموا الصفوف عشان ياخذوا الهلال. دي واحده من الحاجات اللي يمكن يعني الكلام ده ما جديد من زمان الاخ الوزير الطيب حسن بدوي في مرة قال لي في صالون الشيخ أحمد خليفة الراحل قال كان أيام لجنة التسيير بتاع الشيخ العرب الشيخ أحمد يوسف قال لي أنا داير أعين لجنة تسيير للهلال اتصلت باثنين قالوا لي يا أخي ادوني ثلاث أسماء ما اتصل بثلاث أسماء ادو قوائم لمرشحين مرشحين فقال في ظرف تقريبا 72 ساعه جاته يعني 45 ثلاثه قوائم ب 45 شخص 15 وقال طويل ده بيتصل بريز ويقول حاضر مرحبا انا حاضر كلهم في الوقت ذاك يا عمار قال المريخ كان فيه اشكاليه كان قاعد له تقريبا 10 يوم عشان يفتش للرئيس للمجلس المجلس نعم فيبقى الهلال صحيح لانه كان في الهلال الاجواء في الهلال كانت يعني صعبه جدا وكان ساخنه جدا لانه في ظرف بتاع 10 ايام بروكم الشداد جاته 17 غايمه 17 غايمه اي نعم ل 17 تنظيم ال 17 تنظيم الاسماء نحن حصلنا الاسماء يعني لقينا الاسماء المتداوله تقريبا ما فوت لهم 20 22 بقيه المعروفه لا المتداوله في الميديا في الغوايه يعني مع بعض في كل المجموعات في اكثر من مجموعه, من مجموعة. لا ما 17 يعني في خمسه سته مجموعات بتلقى الاسماء باقي الاسماء جماهير الهلال تقصد او جماهيريه اعلام الهلال رغبه الناس في الشغل نعم ودي بالمناسبه من الحاجات الحقيقه
متاكد انه يعني في ناس كتار جدا بتقدم الصفوف عشان يخدموا الفرق، ودي واحده من الحاجات اللي ساعدت في انه يعني سريع جدا انه الامور تستقبل لاعب لحد كبير. نعم، لكن دي انا اقول لعمار قبل ما ارجع لك، دي ما خلقت صراع يا عمار كبير. يعني شداد هو بيقول انا حقيقه تابعت الظروف اللي حصل فيها الاعلام بتاع مجلس الاداره، شداد بيقول انه كان في 100 تنظيم موجود في الهلال. يعني احنا لاحظنا رد فعل مثلا لواحد من التنظيمات اللي هو ما 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 ما, ما, ما انتخب منه شخص او ما اختير منه شخص في القائمه بتاعته، فقالوا ليه ما اختاره؟ هو لما سالوه سؤال كمان شداد قال والله في 100 تنظيم، 100 تنظيم انا ما حقدر اقوم اختار 100 تنظيم كبيره. انا افتكر انه الميلاد بتاع المجلس ده كان صعب جدا حقيقه، يعني كان ممكن يكون في اشكاليه، والاشكاليه دي كلها السبب فيها كان رئيس الهلال اللي فات. لانه نحن اذا جينا حسبنا المساله حساب زمني، لما انتهى العمر بتاع المجلس السيد اشرف لم يختر اتحاد الكوره بانه والله يا اخي هو خلاص بالنسبه له، خلت المساله دي فيها. بعد ذاك لما تم الاختار وهو سافر وكده، والناس كلها ناس الاتحاد كان عندهم رغبه في انه اشرف يواصل المشوار في الفتره لحد ما تنتهي الجائحه بتاعت كورونا والظروف حصل مشهور. لما رجع جراجع وقابل شداد الفتره الاخر مره، المره قبل الاخيره، فشداد عرض عليه ثلاثه خيارات اللي كان معروفه، يعني انك تستمر وانك تختار، واختار مجلسه. وبعد الاختيار بتاع المجلس بتاعه بعد ذاك والله هو قام قال يا اخي هو اعتذر. اعتذر لظروف خشد ممكن تكون، لكن كان سبب اساسي جدا في انه اعلان المجلس ذاته يتاخر. نعم، ده كان سبب كبير جدا. وجاء بعد ذلك ثاني في اللحظه الاخيره الصوبات ذاته اعتذر. نعم، في الفتره دي نقطه ممكن نناقشها برضه في الحوار ده، اللي هي موضوع السوشيال ميديا وتاثيره في كلام في, 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 في الشغل الرياضي. يعني كلام جميل. وبتفتكر ليه اشرف ينسحب في اللحظات الاخيره؟ شوف انا دار اقول يعني يمكن انا ما بقول يعني دكتور شداد ما من الناس المؤيدين لاشرف الكابتن، ما من المؤيدين ابدا، لانه في تراكمات من ايام الانتخابات والحديث عن انه انتخابات الاتحاد والاتحاد الاتحاد والحديث عن انه وقف في صف الكارديان، وقف الى جانب اسامه المنان غير كده. لكن الدكتور شداد بتبعد انه ذو الحقاني، معروف انه ذو الحقاني، وذول يعني دائما بيتبع قانون. فكان حريص جدا انه اشرف الكارديان يواصل مسيرته حسب القانون، حسب الامر المشروع تحت الجائحه. نعم، المشروع ما دار يتخطاه رغم كل يعني الاعتراضات اللي واجهت وجهه نظر الدكتور شداد، هي كانت متمسك به حتى اللحظات الاخيره. لكن في سؤال كبير جدا انا حقيقه ما لقيت الاجابه، اللي هو بعد ما الدكتور شداد ضغط على الكارديان وسلم القائمه، ما بين تسليم الغائمه والاعلان عن اعتذار الكارديال كان في زي 7 8. نعم، ليه يعني؟ سؤال كبير. انا ممكن اجاوب عليه. تفتكر ليه يا عمر؟ انا ممكن اجاوب عليه، واجاوب عليه بصوره يمكن انا سالت السؤال ده، السؤال ده في زي الاستاذ بابيك، انا سالته تماما ليه؟ ثلاثة من قيادة الاتحاد ما عايز اسميهم. قلت لهم يا اخي التاخير بتاع الاعلان ده كان سبب شنو؟ انا جبت الغائمه بتاعتي. صح. وانت قلت لي تعال بغائمتك وانا جبت لك غائمتي وكده. فهم قالوا انه الكاردينال يوم المسافر جوا جاب القائمه دي وداها لهم وقال لهم يا اخي خلوني امشي جوا يمكن اعدل في الغائمه. هو كان ده السبب بتاع التاخير. اما اذا كان غير كده فكان علوا الغائمه في لحظتها وما كان في مشكله. نعم نعم نعم. الحاجه الثانيه اللي ممكن تكون سبب اشكاليه وكده اللي هي المذكره بتاعت الطعن، ودي حاجه اضافيه. المذكره قدموها بعض من اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد العام في ضد انتخاب او اشرف او كده. ففي واحد من اعضاء اللجنه الاداريه اللجنه القانونيه في الاتحاد هو قام طلع في قناه الهلال وقام قال والله يا اخي الطعن ده نحن حنرفض. صرح. صراحه الطعن حيتم رفضه. ليه؟ لانه شكلا لانه الطعن ده اصلا هو نحن ما طلعنا قرار حتى الان باشر. هو ما كان حكيم في كلامه، وفي نفس الوقت هو ده انا افتكر زاد من شعر الصراع من اول وجديد. دي ممكن تكون سببين واضحات جدا بالنسبه لي. طيب الاشياء دي يا استاذ بابكر ممكن تجعل الاوضاع في الهلال، وانت تكلمت من البدايه عن الهلال وانه ممكن مستغل اكثر من المريخ، ممكن تجعل اصلا شوف الاوضاع في الهلال انا شخصيا ما بتوقع انها تستغل بالشكل الكامل، يعني ما بيكون في حتى على الصوره. يعني ودي واحده من الحاجات اللي نتمنى انها يعني تختفي في الهلال. يعني الناس الكاردينال مع
مع كل الانجازات عمل صحيح عنده اخطاء، كميه اخطاء، اخطاء كثيره جدا في الجانب الفني، يعني نجح في الجانب بتاع البنيات التحتيه وفشل في الجانب الفني، ولقوا معارضه كبيره جدا، حتى الجوهره، حتى شغل العمل في البنيات التحتيه، وافتكر انه ده شغل يعني دخل التاريخ ابسط على هو. ليه؟ لانه الجوهره دي يعني يعني حتكون قاعده هم قاعده صح، نعم، ومجلس يستفيد منها كل البصمه. نعم، يبقى يعني الاعتراض على الكاردينال كان حتى اللحظات الاخيره، حتى اليوم تخيل حتى مجلس او اعتراض الان على كل الكلمات كل لا استثناء لان فتره نعم 20 يجيبوا انه خدت زول ضده في ده صعب جدا ويدفع انت ما تخلص 3% بعد ما لوش محتكاب مسألة الكتاب كل يتصرف زي ده عشان قروش كيف معه ما في ناس خلوا يعني انت ما قدر الموقع الصحفي الموقع الصحفي تحدث نادي عن بعد في عم يعني عمال ان شاء الله تقدم باذن الله ما بتفهم انه اشرف كان عنده وار ممتاز وجيد الى الحد المستوى التحتية جدا انا افتكر زي ما بتفق انه هو جانب لكن نجح في الجو حقيقه انا يكون أغلب بتاع الاتحاد وهم من قالوا الاستاذ حاليا طلعهم وكان الإدارة بتاعته استاذ استاذ ما يشوف مشاكل ناس بالعمل حاجات ما فغر وحتى فوق اصلا معروف يعني جاي ما هلا يعني خطب كبيره جدا ما نعم. لكن امشي حاجه كده يعني مثلا ما يجي الاستاذ قال غير مهم قال عنده مختلفه ماليه وكذا وكذا يقول انه اول تطبيق مشاكل جدا طريقه مشاكل هي مجال سكر نعم برضه لا مرح يعني حقوق من المطالب يمكن ما يقل نصف دولار للمبلغ جدا هي كم 100 نعم مازال حقائق جايبين في الماضي كلها في سوق مهم جدا السفر كان عنده ديون خلال ديون في التسويق مجلس ومجلس لانه قال يوم بتاع قبل في مسألة يكون كبير هل معروف دينا الجوهرية لكن الجوهر جات بيكون اكيد يكون انا لو حصل
الاستاذ والصندوق مشكله في البدايه ما انا عليه. شوف الدور الاول كان حدث تقريبا اجوبه كثير من الهلال كثير انه يعني محتاج اصلا صوبه كان في حق تظهر ودي حاجات يعني مسجده لكن مرشح بفضل خبره جلب ثلاث اجتماعات سريه صحيح زي جدا لو قريبا خمسه يعني انه هذا هو انسى لانه حاجات الاهم يملك كثير جدا رجل في حاجات تسند على وممكن يعني انتهت بالعجل الصحيح فالزول كان اجل مدام لكن بعد تفكير التفاعلات عجوب جدا تسيل لجري دكتور ان مرئي نيات كتير يعني مرئي ان انا اليق عندي رفيد طبعا سن هو سن عجيب شو الالعاب في سن كان ابن جا وامينا لي يعني ما يعني لا يعني مناسب يعني هذا يعني هذا نشر صوت سق من لكن اقل انه يعني في العده يعني طيب فالاجل كان على لان جموع في العلم ودي حاجات في غير اعمار الاسلام اب ينسحب في العصر ودي يعني شدات انا 90 مثلا 90 20 60 65 بزو لكن دي زي قلت اكسل جنب طاسخ نعم انت يعني بدايات ما بعدين هلال هلال مع هلال لا كان يتحدث نعم يعني قال انا جداد تاريخي لو جيت رئيس الناس البيض الهلال تابع هذا المهم هو ان صريح السودان هو دائما من خلال مباشر ودهي يعني انا بكل معرفه الحكام بدون اتهام
ميديا. نعم. انا اذا شاب مثلا اقول بسيطة امريكا والسودان نعم السودان يستخدم السوشيال ميديا واخذ من امريكا نعم فيجب مثلا احنا نرى على السوشيال ميديا ان حاجه الزور يقوم بحاجه ودي واحد من المواجهه يعني اي حاجه ممكن اقول والله السودان السودان وكذا وكذا ممكن كوبي لوبي ملايين تبقى ذاك هي زور ذات تكون قال صورة عارفين انه الطلبات تحكم يعني كذا بعد الحرية خير كم وتوضع بعد الحاجة لا اكيد هو يعني والله زود والله ودان ما تم حق لكن بهجوم تيجي السوشيال هجوم بتاع ميديا يعني صعب بالنسبه لي جدا في الاسئله بتاع شد قبل شد دكتور شد ولا الاجابه اللي ليه اللي يجي حتى فاول حاجه قال اللي انت انك ممكن انا زاد طيب تركت النقطه جدا لي لكن فاصل العزاء لطيف إذا إحنا ما كنا عن الإمام أكيد يعني الناس أكيد على شو البعض عندك ما كان في التطبيق كان في استقلال وبعد تهل وكذا وزاد صوت يعني الإمام ماهر وذاك القاعدة الاجتماع انا ده شنو يقولوني ممكن مربع واحد في اي وقت لانه كان فلي المره انا قد قلت وابش لي يعني يطلع كده ما انا يخدم ممكن سحب نفس الشغل اللي كان فيه اي جديده موجوده تتعرف اقل قد ممتاز الفترة اللي ما كانت ولا كده تمام كل مرة ونحن مواجهين بظروف تعدي دوري ما دوري دوري حاجة لكن كلها لكن كان انها انا دائما في دار تمام كلام سكر اللي ونحن لازم نقعدوا فترة طارئة تتم بعد فترة مجلس الانتخاب قال بتبحان خصوصا احنا افتكر عضويه استاذ بازي ومقتدر طيب الهاتف استاذ عثمان فنان امين عام لرجال وسائل حبيك كيف حالكم استاذ لود استاذ مختار اوباما انا يا طبعا ان شاء الله يعني جميل في سلام وفاطمة غد خاء أمان الله الله آمين رب بليتك الأسماء بليتك عنا أنتم مجلس والله لك اجتماع بليتك هذا الغد الغد في الأول على وضعية
الزمالك لتدريبه في جامعة اللي يعني فراغ الفريق اعداد خاصة وما يعني في خاصة الشاطئ الكلي وتم هنا الاثر ان الله تعالى سلام في نهايه او في اكتوبر. نعم. احنا قلت القطاع من عبد الامين. طيب. احنا بسيطه الان نستمر في تحكيم بين مجلس الفقه وكون الان انا اي قرار تعلق بإفراد تعيين يعني تروح لسه اسمع سياقات في موضوع في نفس الدين كان في على القضية في الطاهر الثار الجهاز في الموجود النادي. نعم. كل الترشيحات و يعني خطاعات وجماهير لا في حد تم عيون حديث مهم في المعرض موجود لا كما تصور في موقع الرياضي والمعروض عليها لكن الآن يتم الضرار والمجلس يدير التعيين يدير حديث الأخ مهم حديث ميديا أنا ما ده احنا ما جمت في توضيح بالرس قريت صحف حيث زيارة هيمن مدير عبد الهلالي مخلص رجل الدال لكن في الان لم توضيح مدير او مدير عشان مدير نعم رجل الهلال كان قبل انا ليبي عن عند المكان الاكتساب المالي يا ريت تعطينا شويه نقطه دي انه تصير والله في فتره نحن نفتكر اولا الاختيار اعضاء هو الرياض شكله تجربه جائز يا فقط ظاهر هنا لا ومع محمد عربي وشاب ومع والله هم قليل لذلك المصطفى وبيداء إمام وأساسي في النفس الأمة إمام القرى لأنه دائما هو دائما هو المصطفى الدولي هو يجد مجلس نايا هو المصطفى من أنه نحن نجاحات الله حنس وجود جمال الهلال وجود الهلال كله يريدنا صحيح يعني عمل في مصر لك نعم عندي رسالة جمهور الهلال والله أقول جمهور الهلال والله وقتي لن في قبل كل هذا العام من طاع من غير الهلال والقسمة في الهلال لكن شفنا بهذا الصيغة وإن شاء الله قد فتح بعد يعني الله ما شاء الله إنه توفيق جماهير الهلال ومسلمته وعليه وكيفهم الصلاة وخطوة بعض وحدة غدا مرحبا لجدا يعني حقيقة بوض وقفة كبير وكل الله وكل الهلال كل القطاعات الكبيرة في الهلال عملت الاستثمار يد يدها ندنا نجيب مع بعض يعني الله نجح نجح تاريخ وليس سافر نحن أجايب ده ونجد عمل كل الأجيال الكبير. نعم. يعني كله بنشاط.
رجل من الهلال الناس خلال الله في جاءت غدوي يوم الهلال وحق ومتحلى غير متوفيق يمو لا الله عمل بها إن شاء الله في سنة تهير ذنبها ترد الله تاريخ عدد ثالث على وجه وحساء كل الأسلام إلى الكيان على واحدة من البيانات كل الروح كل واحد مجتمع الأهلي والنادي أنا وطنا أنه نرحل في تفصيل ساعة بسام جدا كثير إسماعيل نائب العام للهلال بكرة الأمين الهلال والله شكرا يعني شفاف جدا أنا والله أسمع إسماعيل أقوى حاجة واضحة صحيح لا يسمى أحس القلب كل العقل واتمنى رسالة تجسد مهرب أنا أعني أقصد يا لأني لا يلتف المجلس تطلب كده لا تنظر لا يستطيع حفورة رسالة يعني يجد أي رضا للتنظيم يعني اثنين يعني نجيب مثلا كل التنظيم للناس روابط أربعة اجتهد يعني أمداد عطلات رجال يعني مجلسة وأنا أقول لك عندك ما قال حسن انا بحيط عن حيط انا اصحيط كبير من حيط مع العسل للأمر ما قال في انه هذا المجلس هذه تحت في تشكي ضغط تحت فاتح فرق تسجيل لانه تحت هذا لعيب مجلس الجنان سنوات في لعيب ابن عائرة عليه وطافات كدين هذه ستريها يعني الساحة أنا والله اسماعيل عثمان أنا أتمنى يعني أنا أتمنى 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 نحن يعني نعم تاج نحن دعوة هم ثلاثة القرى سبحانه مار من المهمة تتكلم انت يعني بدون في السعودية يعني حتى المرسولة الاندية وعندنا في العمار المعوض هل تفكر هذا اسم المسلم يعني في القادمة كاملة او من الهلسة او من تنظيمات كثيرة قبل ما على عندي نعم حقيقة جدا مهم هو يعني بدايه الكاف 20 ذكر من الف عدد اللي يسمح لي ان تشكل اربعه نعم في طلعت الدوري الكونفدرالي نعم من هذا كان السودان مرتبة الأخيرة يختم مرتبة طلب جاءت سريعة تونسية ثالثة نعم أن السودان كان 20 أو 25 مرتبة الأزاد قريب النقاط ينصب فرق حتى فرق نقول نقولك 30 نكون 20 10 وراء كيف يتنصفها في عدد شرفوا لهم كافة عدد دولة شاركوا كافة ثلاثة تمهيد
دوري الابطال في بدايه 11 انه انتبهوا تمام موعد الكره مثلا انه نجد مرحله جدا واهم اذا داخل يعني بالنسبه له انه عندهم في انه سؤال ثاني بتاع المجلس المساند اذا يلقى ده ميدان يعني عملت كويس شغل كويس كويس حل كل افتك ذاك بيع بزود يعني انا بكون بتاع فتره بتاعت شهور 20 يوم نعم فتره يعني خمسة ما في ثلاثة اربع سنه انا نعمني او ده تكلم اسمع الورست شيء عزيز مثلا يعني جدا دي صوت مثلا هي اللي تكلم عنها يقدر يسوي صوبات اللي هو يبغى تقوم كلاحظ عمار ونحن نشوف الله من هي الشمس الثالث بنقول ان المجد مع كل التنظيمات وعلى واحد من التنظيمات بدي ممكن ان تحقيق هذا الهدف انا محتاج كثير من الاعلاميين برضو لي مشكله بينكم على الان وراس طمح في شرع الفن او ايرات قصيده معي مدينه كبيره اخلاقيه ومهنيه خلال هذه الحركه الوطنيه الهلال العربيه خلال اخلاق كان يقول هذه كره اكيد غدا فاهم في الناس الحاجات مهمه نحن كثير مفتوح لكل ثقافه كل قنوات ما عندنا سياسه اكيد تكون بعض الحكاكات احنا لما تكلفنا الان ما عندنا مشكله الحديث من الان وغادي نحن حاجه نؤسس ما حيكون غرض عندنا لجنه يكون في برد رئيس او سكرتير القطاع مجموعه ودمي عليه في سعي مؤسسه استراتيجيه اللجنه العمل العمومي تتاكد غلالي نادي رسمي لكن هذا تم التعامل مع كل المواضيع والصحافه المقبوله فقط بس في رايي ان الصحافه يبعد الذي حاكمت والصحفيه نحن على مساله من كل الصحافه كل جرائم كانت هي حبيت سألت على كلام الله الوحيد معك كلام سياء وتصدق خديد أما تزع لا بشر نعم فريق بقول نمر إذا تغري طيب السبب قبل أربع دورة وتصدق وضعك اللي تعلم ما وصل بعد دي هنبقى أربعة نعم يبقى المباراة اللي تحت أنا خاطب الحكام
في حل مشاكل اصلا حتى انت حق النادي ما يمر حتى ترتيب انت يعني ما على النادي يصلوا البطولات يعني نعم يعني ما موضوع هي يعني ما موضوع موضوع ثاني يبقى من نحافظ عندنا انه نحن موضوع على بين انتهي ذاك نعم بدا الرياض ايام الرياض عبر اللجنه ثم تدرح المثل جدا وحال شاطمه وال يعني خلاص ابقى ترشد تخزن الموسم التسجيل وعندي العلاج الجديد لانه ما هو كل ما بين تم البطولة نعم المشكلة هو يعني أنا مشيت التمرين ولم يتحرك ولقيت هو لم يصل موجود لاعبين في كلية المتدربين واحد ذكر مواجهة أنا بتكلم فهو مشكلة في شو قام هو يعني دكتور في تدريب اللاعب طلعت ثمانية لاعب حلة هي بس طرف خلص لأنه أنا تاج لاعب أرفع لاعب مشكلة يعني ما مشكلة المسألة كلها النتيجة قرارات كثيرة السنة الأخيرة شوف البداية علق على طيب نعم يعني على كتر في هذا المجال الإنسان كلام أن كل الناس قاموا وافتكر حتى القرد في السابق لما كل الهلال نسيج جماعي لحد إلا كل الهلال دي مسألة أهمية هي المهمة تناول على على السعودية وعلى السعودية نعم انه يعني يعني اجتهد كافي يعني خلي يهيئ الوقت عشان ليس ربيع الجو عشان ما يكون فريق مشاهد انا في رايي المجموعه جات فئه جات كان لما الميديا ودي عندها انا كده يعني اصحاب واخواننا في المقاطع ويلطف عملوا تطبيع في نفس يعني احنا لو دعمنا ما نمشي خلاص ونتمنى يعني بفعل لانه الاتحاد المريض عمل على الرجال المريض استغراق استغراق جدا صح اما ما اختي زمان تكلمت عن السعودية وتكلمت الكلام العميق انت بتقول يعني السعودية حكومة مشكلة نعم اخر بحثت في برلين كان عندي السعودية في دول مساعدة في الثورة بتاعت طلبة الشريعة ده كبير عندها مباراة لكن عندنا انا بقول احنا هنا المساعدة بينهم انه نحن عندنا رادع وما يتابع عشان زوجة ومشيت المعلومة عشان تقولوا دشت ويكون ظل مع المطعم حسب الشتاب لكن اذا معروف شنو نعم جاء ما او ما يتصل برسول نعم فتحت كده بيور تلفون واذا ما صار ما بالتالي بالنسبه للقصه هناك تقبض او حق ما ما مشكله دي عكس الثاني
عشان كده الدول العالمية السوشيال ميديا أفضل. نحن عموما استخدام السوشيال ميديا العالمية مشكلة. مشكلة. أقول حاجة نختم. خلينا للناس قدمت طلبات في السوشيال ميديا. كلام أنا بقدر مين. أنا حاجة أخوة. يعني زي ما قال إحنا هنا العلاقة واحدة. يعني قالوا كده من شويه نتيجه نعم يمكن الشكوى وانا عشان اقول لك يعني حتى الميديا كلام جدا جدا بعض الناس بها بعدين تقول لي انا اعطي قصيد المواقع بالضبط المواقع لان مواقع اسماء جدا ليه؟ رايك يقول اي لو شو؟ تابع لكن انا اما الناس بالنسبه لي بس قبل قلت له موجود في الفيسبوك ولا حاجه ده قلت له دول كلام هذه الساعه امام معتصم لكن احنا في التصوير والمقرنية أقول معتصم حسن في صفحة شخصية نعم لول نعم لكن مشكلة الناس معروفين هذه مشكلة يعني بالنسبة إذا نادر أو اسم أو من الناس قيم أي جماهير جمهور جمهور زول بزول نعم بعرف هو المعارف كويس قاب وأنا بالنسبة يعني ما كنت بسط نعم نعم أنا بدعم أيوة يعني مار كان بقول لك أنا حكم والله كامل أنا صدي نعم أنا أنا بحيد الصح رئيس كيف تاد والعميل ليز معروف مالك موقف نعم هيك هي كل الدين اللي فيها حلقات دائما